اوكي طيب نشوف شو الفرق لما يكون هذا اللود مش كونسنتريتد، يكون عندنا يونيفورم ديستريبيوتد لود مثل هذا الشكل. اوكي ما بدنا نحسب بالارقام مثل السؤال الاول، بس خلينا نطلع فيك سبورت عندنا معناته حيكون عندنا 3 رياكشن، حيكون عندنا اف اكس واف واي، حيكون عندنا رياكشن بالمومنت. تمام، عندنا يونيفورم ديستريبيوتد لود 10 كيلو نيوتن لكل متر، يعني كل متر على هذا البيم عليه 10 كيلو نيوتن فورس، نصيب كل متر من هذا البيم. طيب ما بدنا نحل الارقام، نحسب بالارقام عشان الوقت، خلينا نشوف كيف شكل الشير والمومنت حيكونوا عندي. بما انه عندنا يونيفورم لود ريكتانجل لود حيكون عندنا الشير بهذا الشكل، حينزل عندنا طبعا هذا الشير دياجرام، حيكون عندنا للاعلى بوزيتيف للاسفل نيجاتيف. تمام، حيكون عندنا الشير نازل بشكل مثلث خط مستقيم لما يوصل لاقصى قيمه عنده 10 ضرب 5 لسالب 50 كيلو نيوتن. ليش؟ لانه الفورس المكافئه الريزلتنت هي عباره عن ال 10 كيلو نيوتن، هي مساحه الريكتانجل هذا، ال 10 كيلو نيوتن ضرب طول البيم 5، 10 ضرب 5 سالب 50 هذا الشير. بعدين سالب 50 حيكون عندنا الرياكشن بي واي، حيكون عندنا 50 للاعلى بيسكر معنا الشير، الشير حيكون معنا في حاله يونيفورم ديستريبيوتد لود شكله مثلث بالنيجاتيف، النيجاتيف سايد للشير. طب نرسم المومنت، البندنج مومنت دايجرام، حيكون عندنا عبارة عن مساحة الشير، مساحة الشير عبارة عن مساحة مثلث 5 ضرب الخمسين هاي، لا تنسى النيجاتيف انه المومنت احنا بدنا اياها نيجاتيف لانه الشير نيجاتيف، ضرب ايش؟ ضرب نص لانه مثلث، 5 ضرب 50 ضرب نص 125 كيلو نيوتن متر، هاي قيمة المومنت طبعا بالسالب. طب كيف رسمة المومنت حتيجي؟ حتيجي عندنا من الصفر، راح تضلها طالعة طلوع بخط مايل مثل هيك لما نوصل عند السالب 125 كيلو نيوتن متر، وهاي المومنت عبارة عن نيجاتيف مومنت. طيب خلينا نشوف لما يكون عندنا اللود عبارة عن تريانجل مثلث كيف شكل الشير والمومنت. بما انه عندي اللود عبارة عن مثلث معناته الشير حينتقل للنكست ستيب من الاقتران، يعني خط الشير ما حيكون مستقيم مايل هيك ومستقيم جاي قطري ومستقيم، لا حيكون على شكل اقتران درجة أعلى، يعني خط مايل، يعني بنفس ميلان المومنت بالمثال اللي قبله، حيكون عند الشير نيجاتيف بهذا الشكل. طبعا أنت بتكون حاسب هون الرياكشن، وحاسب مثلا قديش عندي المساحة هذا المثلث، قديش عندي يعني الريزلتنت فورس. طبعا السنترويد للمثلث بيكون بهاي النقطة على بعد ثلث الطول لرأس لقاعدة المثلث وثلثين الطول لرأس المثلث، يعني المسافة من السنترويد لهون عبارة عن 2 ضرب 3 سوري المسافة من سنترويد المثلث لهون طرف البيم الكانتيليفر عبارة عن 2 على 3 ضرب 5، المسافة من السنترويد لعند السبورت الفيكس سبورت حتكون عندنا 1 على 3 ضرب 5. تمام، فانت بتحسب لما تيجي تحسب المومنت اللي على الفيكس سبورت حتحسب انه في عندك الريزلتنت فورس اللي هي عبارة عن مساحة المثلث هذا، يعني 10 ضرب 5 ضرب نص كيلو نيوتن. تمام، وتحسب انه الريزلتنت فورس بتاثر على الفيكس سبورت بمومنت بمقدار المحصله ضرب 1 على 3 ضرب 5.
المسافة يعني بين الفورس والليفر ارم للمومنت ثلث الخمسة. تمام، ان شاء الله نحل يا اما بهاي المحاضرة او المحاضرة القادمة حنحل مثال على شكل لود يكون ترابيزويدال، هيكون شكل اللود عندنا مثل هيك. تمام، يعني هاد من اعقد الشغلات ممكن يجي لك ترسم له شير مومنت دايجرام. تمام، الشير حيكون مايل درجة أعلى بالاقتران، المومنت حتكون عبارة عن مساحة هاد الشير دياجرام هاي الأريا. تمام، بس لدرجة اقتران أعلى، طبعا أنت بتقدرش أنت تميزها بخط إيدك، بس أنت برضو رسمها مايل بهذا الشكل، حيكون عندنا هيك الشكل المومنت دياجرام. تمام، عرفنا شو الفرق لما يكون عندنا concentrated load عن uniform load عن triangle load. الشكل بيفرق شكل الشير وبيفرق عندك شكل المومنت diagrams. طب خلينا ناخد مثال، نحل مثال على موضوع البيم analysis. مثال فيه uniform distributed load وفي cantilevers بس بشكل مختلف عن هدول. مثال من الكتاب طبعا، خليكم معنا. تمام، المثال امامنا من الكتاب عبارة عن continuous beam بمسافات بين السبورتس. عندنا هون بين سبورت وهون عندنا رولر سبورت.